الحملة اسمها صلحها في دماغك، عشان احنا بنحاول نغير المفاهيم المغلوطة عن التحرش والاعتداء الجنسي. والحقيقة احنا كنا شايفين ان الاسم ده معبر جدا عن عناصر مختلفة للحملة، مش بس اننا نعرف الناس يعني ايه انواع مختلفة من جرائم العنف الجنسي، انما كمان يبدأوا يعيدوا التفكير في اسباب الجرائم دي ايه، او ان هما بيخصوا بيها فترة سياسية معينة او اسباب سياسية، علشان نحاول نواجه حالة الانكار اللي المجتمع كان بيعيشها، ان احنا مجتمع ما فيهوش تحرش، او ان مستوى جرائم العنف الجنسي مش وبائي زي ما هو ظاهر. الحملة دي هنعملها من 25 نوفمبر لحد 10 ديسمبر. 25 نوفمبر هو اصلا اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، و10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الانسان، لان انه مهم قوي دلوقتي نشتغل على التصورات الخاطئة في ادراك الناس وفي معتقداتها فيما يخص العنف الجنسي. يعني الناس بتستخدم ألفاظ مخففة قوي للتعبير عن الجرائم دي، بتستخدم مثلا كلمة تحرش لأنها توصف طيف واسع جدا من الاعتداءات الجنسية. مثلا في ناس بتتعامل مع المعاكسة على أنها يعني حاجة ظريفة خفيفة، بس الحقيقة هي تحرش مش معاكسة، وبالتالي هي جريمة. في ناس بتتعامل مع الاغتصاب على انه تحرش. هيبقى في انشطه كتيره في 16 يوم دول للخمس مبادرات ومنظمات هيعملوا عليها، منها جلسات حكي عن طبيعه الجرائم دي ولو اي حد كان اتعرض ليها، منها ناس هتنزل في الشارع تتكلم مع الناس عن الجرائم دي ويمدوهم بالبوسترز والمواد الخاصه بالحمله، في ندوات هتتعمل عن طبيعه الجرائم دي من كذا عنصر وكذا زاويه، في ناس هتنزل في محافظات عدة يتكلموا مع الناس في الشوارع ويشوفوا لو في أي متطوعين أو متطوعات حابين ينضموا لي أي من المبادرات المختلفة ويعني يشتغلوا على القضية دي. في كلاس لي أو فصل لي تقنيات بسيطة للدفاع عن النفس هيتم تقديمها للبنات والسيدات، إن هما يقدروا يبقى عندهم شوية أساسيات يتصرفوا إزاي لو كانوا على وشك التعرض لأي جريمة جنسية. كمان من خلال الحملة دي بنرد على كل التبريرات للتحرش والاعتداء الجنسي اللي فيها لوم على الست أو فيها لوم على المعتدى عليها أو المتحرش بها، زي إيه اللي وداها هناك، أصلها هي اللي لابسة كده، أصلها هي اللي عايزة كده. فهنرد مع بعض على التبريرات دي ونفهم الناس ان التحرش والاعتداء الجنسي جريمه، اللي يلام عليها هو المعتدي او المتحرش مش المعتدى عليها او المتحرش بيها.